أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. لا تعبدوا إلا الله. إن فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ
وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تذكرون صدق الله العظيم. Yang barusan meninggalkan mimbar tilawah yang bernama Zaitun Sahuri, utusan kemukiman Juli Barat.